طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد آخر محاضرة تكلمنا بيها على two way solid slabs supported on beams that we can solve through a method stated in old codes اللي هي method 3 أو coefficient method 3. واحدة من أيضا الطرق هي المستعملة للتو واي ريبد سلاب. حتى نعرف شنو التو واي ريبد سلاب نرجع على الانترودكشن اللي أخذناها وتكلمنا، قلنا في صفحة 4 مثل مظاهر أمامكم وعدكم بالمحاضرات، أكو سقوف ممكن للمنطقة السفلية من السقف، السقف دائما في منتصفه يتقوس إلى الأسفل، فعندي جزء التنشن دي يكون على الوجه السفلي وجزء الكومبريشن على الجزء العلوي من السقف، من مقطع السقف. بالتنشن زون احنا نعرف الكونكريت ما يشتغل، يشتغل بس الستيل. فمن يزيد طول الفضاء سماكة السقف تزيد، سماكة الكونكريت تزيد. فقالوا بمكان ما تزيد سماكة الكونكريت، اني اذا اجمع التسليح الجواني بمسافات منتظمة بالاتجاهين او باتجاه واحد بالون واي ريبد سلاب، وباقي الكونكريت ارفعه الغيه يصير void، لانه هذا الكونكريت intention هو ما يشتغل، الفلنج الفوق الكونكريت incompression موجود. بهالطريقة من عندي حديد تسليح باتجاه واحد طلع لي الون واي ريبد سلاب مثل ما واضح امامكم، او ما يسمى بالجويست سلاب، والون واي تو واي ريبد سلاب او هو الوفل سلاب او وفل بليت اللي موجود في التو واي ريبد سلاب الحديد التسليح من يكون باتجاهين. درسنا لهذا اليوم بنحكي على التو واي ريبد سلاب، ولكن اللي هي سبورتد اون بيمز. تو واي ريبد سلاب، وفل سلاب سبورتد اون بيمز، وين تستعمل ولأي حالات؟ To be used for large spans and moderate live loads. يعني شنو؟ من عندك فضاءات كبيرة مثل ما قلنا، ودا أحسب السلاب ثيكنس عبرت 25 صار 30، هاي من دا أحسب بالمعادلات مالتي لثلاثة، إيه ما معقول سلاب ثيكنس 30، هذا ديد لود هائل، لأنه هو المتر المكعب طنين ونص، ف 0.3 ثلثها دا نحكي عن 80 كيلوغرام على المتر المربع، فلود عالي. ولهذا نحتاج انه بالفضاءات الكبيرة اللي ما اقدر اقسمها ببيمز استعمل تو واي ريبد سلاب. وبس وياها نقطة مهمة، هذا ما يستعمل للأحمال جدا عالية، يعني اللايف لود العالي، مودريت أحمال متوسطة أو أحمال حية قليلة نقدر نستعمله. بالأحمال الحية العالية نخاف منه، يعني مثل كار باركس ثقيلة عادة ما نستعملها، والله ما يستعملوها برا، بس حتى احنا ما نستعملها نخاف، او اي حمل حي ثقيل جدا ما نستعمله. هسه هاي السقوف اذا كانت مستندة على بيمز من الجهات الاربعة، مستندة على بيمز من الجهات الاربعة، then use coefficient method 3، لأنه هاي أي فضاء أي بانل إذا مستند على بيمز أربعة أقدر أستخدم coefficient method مثل ما استخدمتها بال two way solid slab supported on beams وبنفس الشروط.
Otherwise, this slab to be designed as a flat slab or a flat plate using direct design method. راح نجي نحكي بيها لاحقا إن شاء الله.